مشاهدينا مبروك عواشركم ومرحبا بكم في البرنامج الجديد أنفاس رمضانية، واللي من خلاله غادي نستضيفوا الأستاذ الحسن بن إبراهيم السكنفل رئيس المجلس العلمي لصخيرة تمارة، واللي غيقدم لكم العديد من الإرشادات والنصائح الخاصة بشهر رمضان المبارك. الأستاذ السكنفل مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوة البرنامج. المعروف أن البيوت المغربية عند اقتراب شهر رمضان المبارك كتهيئ بالعديد من الأشياء، منها يعني النظافة، شراء الكماليات وتوفير يعني الشكليات إلى غير ذلك، وكتنسى الجانب الأهم وهو الجانب الروحي. كيفاش يعني نستعدوا روحيا لاستقبال الشهر المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان واحد المناسبة كيستعد لها المؤمنين يعني تلقائية، تيستعد لها بتلقائية، كيعرفوا أن ذاك الشهر واحد شهر مبارك، شهر ديال الرحمة وديال المغفرة وديال التوبة وديال الإنابة، وديال بحيث النسمات ديال الشهر كتبدا مع رجب وكتقوى مع دخول شعبان، وكتزيد تقوى مع ديك الايام الاخيره ديال شعبان، يعني الناس كتطلع تتشوف الى هذا الشهر، الى هذا الشهر المبارك، لان مناسبه كبيره للانسان يتطهر، كما ان الصلاه كتطهرنا في كل وقت 5 مرات في الاسبوع، وان الجمعه كتطهرنا هذيك 5 مرات في اليوم، ماشي في الاسبوع، الصلاه 5 مرات في اليوم، والجمعه كتطهرنا مره في الاسبوع. شهر رمضان هذا الشهر المبارك كنطهروا فيه، كنتنقاو فيه من يعني من الصغائر وحتى كاع الكبائر. الانسان اللي كيتوب وكيرجع الله كيكون ذاك الشهر ديال رمضان واحد المناسبه كيتقربوا فيها، كيتقرب فيها المؤمن الى الله، كيزيد التقرب، هو المؤمن يتقرب الى الله في كل احيانه، ولكن في هذا الشهر كيزيد. ففي الحديث قد اضلكم شهر عظيم عظيم، يعني تفتح في ابواب الجنان وتغلق في ابواب النيران، وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليله من ليالي رمضان. فالجانب الروحي كاين، ماشي ما كاين شيء، ولكن النسبه تتفاوت ما بين انسان وانسان. الانسان اللي ملازم المسجد، الانسان اللي كيصلي الصلوات ديالو الخمس، الانسان اللي كيدير الخير، الانسان اللي كيمشي للجمعه، الانسان اللي كيقرا القران، الانسان اللي كيذكر الله، كيتشوف لذاك الشهر المبارك، كتلقاه ما تعطش. والانسان اللي كيكون هكا وهكا حتى هو كتلقاه عنده هذاك، ملي كيجي رمضان كيصافي كيتفرغ، ما يبقاش عنده ذاك. وكاين الانسان اللي كيكون يعني غافل، كيجي رمضان كيفيقوا حتى مع من؟ مع سيدي ربي. وهذا شهر كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار في كل ليله من ليالي رمضان. فالجانب الروحي كاين، والناس كتفوت في النسبه ديال هذا الحضور ديال القلب، صوم القلب وصوم العقل، بمعنى كيكون ذاك الصيام ما عشاش عليه في دماغه وفي قلبه وفي روحه. بهذه المناسبه احنا دائما اي شهر كيبدا شهر قمري تنقولوا دعاء الله الله علينا باليمن والامان والسلامه والاسلام وجوازم الرحمن، ربي وربك الله هلال خير وبركه. وفي هذا الشهر المبارك نطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا لصيامه وقيامه والاقبال فيه على فعل الطاعات والتطهر من كل الموبقات، وفقنا الله سبحانه وتعالى اننا نكون من ذاك الناس اللي كيصوموا على المباحات وكيصوموا على الموبقات، ومن ذاك الناس اللي ربي كيقبلهم، لان الصوم ملي كيصوم الانسان وكيف في اخر اليوم ديالو ملي كيبغي يفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت، ذهب الظمأ
وابتلت العروق وثبت الأسر إن شاء الله. فنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويهدينا ويهدي بنا ويجعلنا من الناس اللي يفوزوا في هذا الشهر المبارك.